حسني مبارك، هو سياسي وعسكري مصري قاد الطيران الحربي المصري خلال حرب أكتوبر عام 1973، فكانت الحرب فأل خير عليه، رقي إثرها وتولى الرئاسة بمناسبة تخليد ذكراها حين اغتيل أنور السادات. قاد مصر قرابة 30 عاما وأطاحت به ثورة شعبية عام 2011. ولد محمد حسني مبارك في 4 مايو/آيار عام 1928 في كفر المصيلحة التابعة لمحافظة المنوفية بمنطقة الدلتا. بعد إنهاء تعليمه في مراحله الأولى والثانوية التحق بالكلية العسكرية في مصر وحصل منها على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية عام 1948، ثم حصل على درجة البكالوريوس في العلوم الجوية عام 1950 من كلية سلاح الطيران. تدرج مبارك في المناصب العسكرية سريعاً، فعين في عام 1964 قائداً لإحدى القواعد الجوية غرب القاهرة، ليكون بذلك أصغر طيار يقود قاعدة جوية، ثم عين مديراً للكلية الحربية عام 1967، ثم رئيساً لأركان حرب القوات الجوية المصرية. في عام 1972 عين قائد للقوات الجوية ونائباً لوزير الدفاع، تولى قيادة القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر تشرين الأول عام 1973 التي شكل الطيران الحربي المصري أحد أدرعها الضاربة، رقي بعدها لمنصب فريق جوي. في إبريل نيسان عام 1975 عينه الرئيس أنور السادات نائبا لرئيس الجمهورية، وأصبح رئيسا للجمهورية بعد اغتيال السادات في 6 أكتوبر تشرين الأول عام 1981، وأعيد انتخابه 4 مرات متتالية في السنوات 1987 و1993 و1999 و2005. لم يظهر مبارك بين القادة العسكريين المهتمين بالسياسة حتى تعيينه في منصب نائب رئيس الجمهورية عام 1975، تلك الخطوة التي كانت بوابة التمكين له في مصر قرابة 30 عاما حفلت بالتطورات والأحداث. في عام 1978 أصبح نائبا لرئيس الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، ثم زعيما له عندما تولى الرئاسة في عام 1981. عند تسلمه واجه تحدي استرجاع منطقة طابة من إسرائيل بعد أن رفضت الانسحاب منها. دخل في مفاوضات مع الإسرائيليين أفضت إلى اللجوء للتحكيم الدولي، فأصدرت هيئة التحكيم حكمها لصالح مصر في عام 1988 واستعادت منطقة طابة في مارس آذار عام 1989. ورغم رفض نسبة عالية من المصريين للعلاقات مع إسرائيل، فقد حافظ مبارك عليها واستطاع مع ذلك استعادة علاقات مصر العربية التي قطعت بعد اتفاقية كامب ديفيد، وعاد مقر الجامعة العربية وأمانتها العامة إلى مصر، وشكل قطبا من أقطاب محور الاعتدال. دخل في مواجهات عنيفة مع التيارات المتشددة المحسوبة على الجماعات الإسلامية، وسببت هذه المواجهة العديد من الحوادث والتفجيرات التي استهدفت مقرات أمنية ومصالح حكومية وهيئات أجنبية وسياحا غربيين، كما شهدت اغتيال شخصيات في النظام وموالين له، ومحاولات اغتيال لم تنجح، من بينها محاولة اغتيال استهدفته شخصيا في عام 1995 في أديس أبابا عندما كان في زيارة لأثيوبيا لحضور القمة الأفريقية. واجه سياساته الداخلية وتمسكه بالحكم انتقادات واسعة من قبل حركات وأطراف معارضة في مصر مثل الإخوان المسلمين وحركة كفاية، وتعاظم الأمر بالتزامن مع انتخابات 2005، وزاد من حدته السعي لتوريث الحكم لنجله جمال. وبفعل الاحتقان السياسي وسوء الوضع الاقتصادي والنهب الممنهج وانتشار الفساد، تحرك الشعب المصري في 25 يناير كانون الثاني عام 2011 في ثورة سلمية كان شعارها عيش، حرية، كرامة، إنسانية. امتلأت الميادين والشوارع بالمعتصمين والمتظاهرين المطالبين برحيل النظام. فأعلن مبارك تنحيه عن السلطة في 11 فبراير شباط 2011، ونقل صلاحياته إلى الجيش، وانتقل ليقيم بمنطقة شرم الشيخ على البحر الأحمر، لكن القضاء المصري أحاله إلى العدالة ليواجه تهم قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ. واتهم نجلاه علاء وجمال باستغلال النفوذ، وحكمت عليه محكمة جنايات القاهرة في 2 يونيو/حزيران 2012 بالسجن المؤبد.
لكن هيئة الدفاع عنه طعنت في الحكم، فقبل القضاء الطعن في 13 من يناير كانون الثاني 2013. بدأت إعادة محاكمتي في عدد من القضايا المتعلقة بالفساد وقتل المتظاهرين. بعد الانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي وانتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد، برأت محكمة جنايات القاهرة في 29 من نوفمبر تشرين الثاني 2014 في حكم نهائي غير بات الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وآخرين من كل التهم الموجهة إليهم، والتي تشمل قتل المتظاهرين في ثورة يناير كانون الثاني 2011 والفساد المالي. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.